نحكي أبر، إذا نحكي أبر ننزل تقريبا إنش لهنا، أوكي؟ هذا الليفل كلش كافي إنه نبدي هنا الانتيير، أوكي؟ فالشيت تبدي من هنا وتنزل، فنخلي إنش ورا نبدي بانكتيك، أوكي؟ هذا بالنسبة للأبر. نعم، بالنسبة للأور نقسم الشيت بالبداية بالنص. هذا ما عندك تمبلت، حتى لو عندك تمبلت نحن وين نسوي بانكتشينج؟ إذا عندك تمبلت تريد تمشي على التمبلت، تريد تمشي كاستمايز، أنت بقت يمك. أوكي، نقسمها بالنص، بعدين نقسمها ثلاث. هذا المكان هو راح يبدي بيه الأرتش، اوكي؟ نقلبها تصير الارتش، يعني رايت منها، اذا قلبناها تصير ليفت. واضح؟ اذا عندنا ابر ننزل انج ونبلش، اذا عندنا لور نقسمها الى ثلاث اثلاث، وبالنص خط المنتصف لهنا يمثل البدايه. اوكي؟ ساعدنا هنا كيس بيشنت مسوي له تو كراونز، اوكي، فينير للكناين، بدنا نسوي له سمنتيشن، خلينا نقول بالسبلت دانتيك، اوكي. راح نسوي ديمو، انا راح اسوي ديمو، ما راح تشتغلوا لانه ما جايبين البايت ريستريشن ماتيريال، فراح نسوي ديمو للسبلت دانتيك. هسه هذا الشيت، اوكي، ننطق لنا انج، ماشي، هذه المسافه ننطيها، بعدين نبلش نسوي ستريتشنج للدم بحيث تبين عندنا الايدنتيشن مال الاسنان، اوكي؟ سنترال سنترال لاترال كناين والفايف هو راح يصير انكر، لاترال كناين والفايف، اوكي؟ واضح؟ ماشي. بعد ما سوينا البين ماركس اللي هي هاي صارت خلينا عند اشوف هو جيب تينك تينك من كومنت اوكي شفته احسن. اوكي، احنا قلنا دائما نحط ماركس من جوا يمثل لي هاي الاند اللي هي اللور ارتش، اوكي. هسه نحتاج سيزر. سيزر راح نسوي بونكتش انكور توث البريمولر اريا اللي هو الكبيرة. شوف هسه هاي بقت عندنا، فلذلك دائما نحاول ننظفها. هسه هذه التو هولز
اوكي ماشي. هسه نوصل بيناتها بالسيزر انتم ما راح تسوون سبليت، انا بس راح اسوي ديمو لانه ما عندنا بايت ريستريشن ماتيريال كافي. راح اسويه وبعدين نرجع تراديشنال وانتم تشتغلون تراديشنال. اوكي؟ نوصل بيناتهم، ممكن نسوي هولز ونوصل بيناتهم، او اذا عندنا مارس ماكو مشكله همينة. صار عندنا هذا الشكل. اوكي. هسه شو نسوي؟ نجيب الارش. احنا الان كورتوث هو بري مولر، فراح نحط تو بري مولرز. اوكي صار عندنا بهذا الشكل. ماشي راح نجيب الدام ندخله من وراء. بهالطريقة. اوكي كنت مال كومبس دحلي بيها بس اسوي بيدي وارجع. نحتاج اش بس حتى ندخل مثل ما نسوي بالتكنيك السابق. اول واحد لازم سلم غير مكانك يا اخي. هسه وصلنا لهاي المرحلة. بالنسبة للجزء الليبيال هذا، هذا راح نسوي له انفيرجن وندخله جوا الفرة وندخله جوا اوكي؟ ما نحتاج نسوي أي شيء، بس إنه سواء شوي نرفع اللب ونخلي هذا الجزء يفوت جواها. اوكي هذا كله، وهذا يصير انفيرجن.
ما كل الكهرباء، بس هاي الطريقة نستخدمها بالاير نسوي انفرجن، راح يصير بهذا الشكل. اوكي، يبقى عندنا الديفكت وين؟ هذا الجاب الكبير اللي ممكن اوكي يدخل ووتر وبيشنت يعني يتضايق منه، لازم هذا الجاب نسده. تفضل. اوكي، هذا الجاب راح نترسه بايت ريجستريشن ماتيريال. قلنا ليش بايت ريجستريشن ماتيريال؟ لانه السيتنج مالته سريع، ممكن نستخدم لايت بودي بس السيتنج ممكن يطول 5 دقائق، بينما هذه وذن سكندز راح يصير سيت. شلون نسوي انجكشن؟ دائما نسوي انجكشن بالبدايه اراوند ذا كلام، اوكي، بعدين نمشي نسد الجاب كله. انا جاي بايت ريجستريشن، اوكي نجي نسوي انجكشن. اول دائما اول مجموعه خليها برا، لا بهاي الطريقة نكون كملنا، بس شوية نحتاج فلوس ندخل بالديستال بارت مال الانتيريور بريمولرز، بس هذا شوية لأنه بريبيرد ما حاولت إنه أضغط عليه. اخذ فرع عليهم، خلي يشوفون التكنيك. اوكي، هذا التكنيك وين نستخدمه؟ قلنا من عندنا اورثودونتيك كيس بنسوي ريستوريشن، من عندنا بريبريشن كراون فينيرز. اوكي، ممكن